معنى الآية الكريمة التي تقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. سورة الأنفال سورة مدنية باستثناء الآيات من الآية 30 إلى الآية 36، يبلغ عدد آياتها 75 آية، وهي ثامن سورة في كتاب الله تعالى. نزلت بعد سورة البقرة، وقد اشتملت على العديد من الأحكام بالغة الأهمية، لذلك يهتم المسلمون بالتعرف على معاني آياتها، وخاصة معنى آية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والتي تتحدث عن صلاة المشركين في الجاهلية. قال الإمام السعدي: إن معنى آية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أن الله تعالى جعل البيت الحرام لإقامة دينه ولتقام العبادة فيه بإخلاص، والمؤمنون هم من قاموا بأمر الله تعالى هذا وأخلصوا العبادة لله فيه، أما الكافرون الذين يصدون عنه فصلاتهم في هذا المسجد هي مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا، وهذا يظهر جهلهم وغباءهم، فليس في قلوبهم تعظيم الله تبارك وتعالى، ولا يعرفون حقوقه، ولا يحترمون أفضل بقعة وأطهر مكان على وجه الأرض. فإذا كانت هذه صلاتهم وهي أعظم العبادات وأجلها، فكيف تكون باقي العبادات؟ فهم ليسوا الأولى ببيت الله تعالى من عباده المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بصفات حميدة في كتابه، منها خضوعهم له وخشوعهم له في صلاته، حيث قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. ولهذا أورثهم الله تعالى بيته الحرام ومكنهم منه، وبعدها قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمؤمنون هم الأولى والأحق ببيت الله الحرام من الكفار. قال البغوي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فسر ابن عباس والحسن المكاء بأنه الصفير، وفي اللغة هو اسم طائر أبيض يعيش في الحجاز وله صوت الصفير، وكأن الله تعالى قال: لم يكن صوتهم إلا مكاء وتصدية. التصدية هي التصفيق. قال ابن الأنباري: إنما سماه صلاة لأنهم أمروا بالصلاة في المسجد الحرام فجعلوا ذلك صلاتهم. وورد أن سبب نزول هذه الآية هو أنه كان إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه يصفران، ورجلان عن يساره يصفقان، فكانت تختلط الصلاة على رسول الله، وتختلط عليه قراءة القرآن فيها، فقتلهم الله تعالى في غزوة بدر. ولهذا جاء في ختام الآية قول الله تبارك وتعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وهو جزاء من الله تبارك وتعالى لمحاولتهم إشغال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته وعبادته عن طريق التصفير والتصفيق.